صح ان اللعبه هذه ما ادري ايش اقول. اللعبه هذه اكتمتها روكستار، سجنتها عندها سجن، يعني ما اطلقت اللعبه ذي ولا عاد اهتمت فيها، لا نزلتها على الجيل الجديد السابق اللي هو البلاي ستيشن 4 مثلا زي البلاي ستيشن 4، ولا سويت لها اصلاحات ولا شيء. اللهم نزلتها على خدمه اللي في الاكس بوكس، نزلت عليها وبس، انطلتها في الاكس بوكس وانتهى الموضوع. اللعبة ما صار لها اي شيء، ولا نزلت ولا اهتموا فيها وحذفوها قبل فترة من ذا. وتكلمت انا سابقا ليش ما تنزل اللعبة ذي. اللعبة هذه ليش ما نزلوها؟ لان كان وقتها ريدمشن 2. طبعا ريدمشن 2 هذا كلام قلته مليون مرة، لعبة اسطورية ما فيها كلام. لكن يا الربع ريدمشن 1 يعني معلش من دون، بس لو زودوا فيها اضافات ريدمشن 1 وجددوها ريميك، هم عارفين اللعبة هذه انها مهي بسيطة، فبتخرب عليهم، بتخرب عليهم. ريدمشن 2، ريدمشن 2 لعبة اسطورية ما فيها كلام. ريدمشن 1 هي بداية يعني سلسلة فعلية. خلوا حق هارلو ذاك شو اسمه، خلوا الجزء ذاك، الجزء حق جون مارستن كسر الدنيا صراحة. يعني ما يحتاج أتكلم عن اللعبة، اللعبة تتكلم عن نفسها. لكن اليوم غرد تيزتو، طبعا ما يحتاج المعروف لا يعرف، تيزتو غرد وقال خلنا نشوف هنا دقيقة. طبعا وأغلب الحسابات نشرت روك ستار، حدثت موقع ردد يعني، وتقريبا فيه رمز مكتوب هنا ردد ار دي ار 1 اللي هو ردد 1، بعدين اس بي، بعدين ردد 1 ريماستر اس في كذا. يعني قالوا الناس طبعا اللي نشر الخبر تيستو، طبعا تيستو يا اخوان ما ينشر خبر كذا على عماها لا. وبعدين قبل فتره اللي هي شو اسمها حقه منظمه التصنيف الكوري سووا تحديث لردد. طبعا التصنيف الكوري ما يسوي اي شيء الا يصير فيه شيء، فهمتوا؟ فهذه الاشياء اللي فرحتنا، هذه الاشياء اللي فرحتنا انهم طلعوا ردد وين طلعوا، اخيرا بنشوفه وبنلعب فيه واخيرا بنشوفه. والشيء المؤسف ممكن يعني بنسبه 99% ملاك بلاي ستيشن 4 ما يقدرون يلعبونه، لانه بيصير حصري اسف بيصير حصري على اجهزه الجيل الجديد اللي هي اتوقع البي سي الجديد والبلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس اكس وسيريس. طقت هذه الاجهزه الجديده يعني اللي لها 3 سنوات نازله، ما ادري سنتين ونص تقريبا. هذا الخبر احزن الناس، لان في ناس الى الان ما قايل انهم ما يقدرون يشترون بلاي ستيشن 5 او حاجه زي كذا. في ناس يعني ما يبي مثلا، مش اقول لكم يعني ما في شيء على بلاي ستيشن 5 حاليا الان الخبر يخلي الناس تشتريه، الا هو اكيد خلاص بينزل. لكن الان اعلان يعني كشفوه الناس المهتمين زي تيزتو وطقته ذولي، هذول المضمونين طبعا شفوه لنا الخبر، يعني اكدوا لنا الخبر طبعا حسب مصادرهم معروف، ما يحتاج تيزتو طبعا. لكن روك ستار متى بتنزل، متى بتعلن في بوست في الانستغرام في التويتر في اليوتيوب، تيزر اسمه تيزر صغير كذا، اذا اعلنوا حطوه واعلنوا حتى مع حطته اعلانه ما راح ينزل بعدها يعني فتره بسيطه، بيطول لازم، لان الاعلان تحديث الاعلان ريماستر ما ياخذ وقت طويل. مثلا خلينا نقول مثلا نزلوا فيديو يوم الجمعه الجايه، مو بهذه اللي بعدها، نزلوا تيزر صغير خاص في ريدمشن 1 ريماستر او ريميك او زي حاجه زي كذا. مثلا خلينا نقول ريماستر خلاص، قالوا ريماستر كامينج سون اكتوبر مثلا، او كامينج سون ديسمبر يعني شهر 12، لانه مو مطول، عاده شهرين 3 شهور ينزل الريماستر. نفس جي تي اي القديمه دي ما طولت 3 شهور نزل ريماستر، لأنه في ماستر. لكن الناس اللي مصدمة أغلب الخيال اللي أعرفهم والذا
يبون ريميك. يعني حرام تجلس اكثر 12 سنه الناس متفاعله في الريميك، لان الريميك عندك يشيل اللعبه، يعني مثل البيت اللي مثل البيت القديم اللي يعني يحتاج اعاده ترميم. هذه ريدمشن 1 اللي اخويتنا احنا خابرينها قبل 12 سنه، جينا اللي بنجددها لازم نسوي اصلاحات وترميم. هذا الريميك ترميم كامل للعبه، محرك كامل للعبه. يعني تخيلوا الرسومات تتعدل، الحوارات تتعدل، الاشكال الشخصيات تتعدل، اشياء كثيره. ما بي اخوض في اشياء انا ما اعرفها، لكن الريميك كانها لعبه جديده. هلا وعلى فكره ترى الريميك ممكن يغيرون، يحتاجون مثلا جون مارستن يسوي صوت جديد له، لان ممكن يغيرون بعض الاشياء. هذه لعبتهم حرين فيها يغيرون بعض الاشياء فيها، فهمتوا؟ هذا الريميك. لكن اللي صدمنا كثير حنا انا والشباب اللي معنا في الانستغرام وفي تويتر وفي اليوتيوب اخويانا كلهم، انه ممكن يصير ريماستر. ريماستر صراحه حلو، نلعب القصه على اجهزه سواء بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 حلو. يعني من زمان اللعبه نبي نلعبها على اجهزه جديده، سواء ذاك في وقتها بلاي ستيشن 4 او بلاي ستيشن 5، شيء حلو. لكن ريماستر وقصه فقط، ولا في اونلاين. الاونلاين ما ادري متى بيجي، وما ادري الاونلاين حتى يمكن يبي له فسح الاونلاين بعد ما تدري. يعني عندنا في منطقه مثلا في منطقه الخليج لازم يبي له فسح. وايضا للمره المليون اقولها، العاب الطاوله اللي كنا نستمتع فيها في بلاي ستيشن 3 وفي الاكس بوكس 1 الان وكذا، نستمتع فيه العاب الطاوله، البوكر والبلاك جاك طقت ريدمشن 2 اونلاين ما في. يعني مو عندنا بس في الخليج، حتى في ولاية في أمريكا مثلا، ولاية نيويورك يمديك تلعب، أو واشنطن مجلس المالي، ولاية ثانية جنبها فيلادلفيا مجلس المالي ما يمديك تلعب. قوانين حطونها من رؤوسهم، فهمتوا؟ هذه مشكلة عالمية، مشكلة يعني انترناشونال، يعني مو بحنا بس في الخليج اللي ذا، ما في إلا البحرين فقط أعتقد. هنا يعني اقول لكم اخبار حلوه، اللعبه طلعت من زمان فكوها طلعوها كسار اخيرا، وحلو ان بنلعبها كقصه. وايضا اذا ركستار تخطط طول السنين هذه، فاذا نزلوا ريماستر الجزء العادي فهم اغبياء بشكل مش طبيعي، مو معقول. يعني شركه كبيره وفيها مطورين، طيب اذا بتنزلون ما دام ما في اونلاين نزلوا العادي والزومبي. هذا اللي بيقوله ترى بس نسيت، نزلوا العادي والزومبي في شريط واحد. تذكرون الشريط اللي نزل 2012 اللي اسمه ريد ديد ريدمشن اديشن؟ الاديشن اللي نازل نسخه النسخه العاديه ونسخه الزومبي سواء، النسخه المطوره اللي جامعها خرائط وجامعها مدري ايش وجامعها حلوه كولكشن اديشن، فهمتوا؟ يجمعونها ويحطونها في شريط واحد، فهمتوا؟ يعني عشان يمدينا نختم القصة العادية وبعدين نختم الزومبي، يعني ناخذ وقت وحنا نختم بعدين نفكر ايش بيسوون في الاونلاين. هذا قصدي. فالخبر السعيد انهم نزلوا اخيرا، سمعنا خبر عن اللعبة الاسطورية، يعني بنقدر نلعبها كقصة. الخبر المحزن ما في اونلاين، وش الفائدة طيب؟ والخبر المحزن ايضا الثاني ريماستر، يعني ننتظر طول المدة هذه بعدين يجيك ريماستر، ما استفدت شيء. تطلع الرسومات رايحين فيها، تطلع مثل الاكس بوكس 1 الحين رايحين فيها رسومات نادمه، تعليقات كلتشه لاقات. ف يعني الخبر الزين هتطلعوه، والخبر الشين في اشياء نواقص يا اخوان، في نواقص ما يعني تحزن الواحد، يعني بين فرح بنسبه 20% وبين حزن بنسبه 80% صراحه. لكن ان شاء الله نسمع اخبار حلوه، نسمع ريميك مثلا، نسمع اي شيء. وان شاء الله اني ما يعني ان شاء الله تكلمت في شيء انتم تبون الناس تتكلم فيه، يعني فطرحت الفكره هذه وتكلمت فيها. وتراني يعني زي ما يقولون من النوع اللي هبد، فاعذرونا اذا ما صلح لكم الكلام او لخبطت او شيء، لكن هذه نبذه بسيطه. واذا في اخبار او شيء بنزل فيديو عنها بعدين. لكن اتمنى 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 ان يكون ركستر تراجع حساباتها. اذا هو ريماستر ما ينفع، ما ينفع. اذا هو ريماستر اتمنى يكون ريميك، اشتغلوا عليه ان شاء الله بعد سنه، ما ينزل بعد سنه عادي، ما عندي مشكله، ما عندنا مشكله. ريماستر ثلاث شهور ونازل ترى، يعني يمكن في اكتوبر، في نوفمبر، في ديسمبر نهايه السنه. ريميك ما عندنا مشكله، 8 شهور 10 شهور ترى الريميك ما راح يطول،
لأنها ما هي بلعبة جديدة، هي لعبة قديمة بس يشتغلون عليها كتطوير يعني، فما راح يطول. ما عندنا مشكلة، ننتظر ونشوف وبس. ويعطيكم ألف عافية وفي أمان الله.